يعني تتكلم على قصة النادي الأهلي أو انتقالك لسموحة بشكل سيء، ولكن أنت شايف إن أنت ظلمت في النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت؟ ظلمت يعني، هي وجهة نظر جهاز فني، وانا بصراحة ما اقدرش اتدخل دي يعني. انا وظيفتي ان انا لاعب، وجهة نظره بقى هو شايف كده او الناس شايفة كده، فدي وجهة نظره محترمة وانا ما عنديش مشكلة في حاجة يعني. انت كنت محمد بتمرن كويس ومتواجد في كل التدريبات، بتشارك بشكل جدي جدا في التدريبات، كنت حاسس ان انت مظلوم انك ما بتشاركش؟ كان عندك نفس انك او يعني كنت عايز تشارك، طلبت ده من الجهاز الفني وكابتن سيد عبد الحفيظ اكتر من مرة؟ اكيد اكيد طبعا، طلبت الموضوع دوت اكتر من مرة. انا قعدت مع الـ مع الـ مع الخواجة وقال لي الفترة الجاية ربنا هيسهل ان شاء الله. بس بعد شوية كده من لقيت الموضوع ان انا مش في القائمة الافريقية، وانت عارف ان اللعيبة اللي بتتقال في القائمة الافريقية بيبقى لها الاولوية انها تلعب. هو بالتأكيد عندك حق، اللي بيخرج بره القائمة الافريقية بيبقى خارج الحسابات طبعا. فانا حسيت ان انا مش هيبقى ليا دور، فانا بصراحة اول ما طلع القرار قعدت مع الناس، وبصراحة انا ما كانش عندي رغبة ان انا ابقى موجود في الفترة ديت، انا حسيت ان انا مش هلعب. هم طبعا خدوا قرار، وانا طبعا اهم حاجه عندي مصلحتي، انا عايز العب، انا جاي النادي الاهلي عشان العب، فانا بصراحه ما قدرتش ان انا اكمل من غير لعب يعني، فطلبت ان انا امشي اطلع اعاره يعني. محمد طبعا طبعا مشاركتك بالتاكيد هتفرق كمان في مستواك الفتره اللي جايه. محمد عايز اسالك على نقطه يمكن ناس كتيره جدا مستغرباها شويه في النادي الاهلي، اختيارات مستر بيسيرو، يعني شايف عنده 5 6 مهاجمين وبيصر شويه على اشراك ايفونا، رغم انه انت متالق في الفتره اللي فاتت تدريبات ومباريات الوديه، عمرو جمال نفس الكلام، جون انتوي، بعض الاسماء يمكن انت وجون انتوي واحمد الشيخ شويه اللي ابتعدتوا الفتره اللي فاتت عن المشاركه بشكل كبير. تمام، شايف ان ده في مستر بيسيرو يعني في رؤيته الفنيه مش شايفكم بشكل كويس، انتم ما بتتمرنوش كويس الفتره اللي فاتت، هي وجهه نظره في النهايه، شايف ايه او عدل في اختياراته فين؟ لا والله انا هتكلم عن نفسي، انا عن نفسي بتمرن كويس جدا، والناس كلها عارفه ان انا بتمرن كويس جدا، وكله بيتكلم معايا في الموضوع دوت، الكابتن سيد والكابتن زيزو. فانا ما عنديش مشكله، ما كانش عندي مشكله في حاجه خالص، ولا تدريبات ولا اي حاجه. فهو برضو وجهة نظره، وانا ما اقدرش اتدخل في وجهة نظره بصراحة، هو اللي شايفه صح هو بيعمله. انا كدوري انا لعيب، فما عنديش مشكلة في حاجة خالص يعني. بعض المواقع كتبت انك مش هتتنازل عن مستحقاتك الباقية لدى النادي الاهلي. لا كل الكلام ده غلط، مين قال كده؟ بعض المواقع كاتبة ده النهاردة، عشان كده بسألك توضح للناس يعني. لا لا خالص، انا مشيت من النادي النهارده، خلصت كل حاجه مع النادي، واصلا كده كده اللي بيطلع اعاره بيبقى ما بيكملش مرتباته وما بيكملش فلوس اللي موجوده في النادي، ده سموح. طبيعي يعني. يعني كل الامور الماديه انتهت، ما فيهاش مشاكل خالص مع النادي الاهلي او سموحه؟ لا لا خالص، مفيش حاجه، كل حاجه الحمد لله ماشيه كويسه، الناس محترمين، والناس في سموحه برضه ناس محترمين ومقدرين الواحد. بس وانا ما كانش عندي يعني مشكله في اي حاجه، والموضوع مشي الحمد لله على طول يعني. محمد انا بتمنى لك التوفيق ان شاء الله مع سموحه، وانا واثق ان شاء الله انك هتتالق مع سموحه الفتره القادمه باذن الله. محمد حمدي زكي نجم النادي الاهلي والمنتقل كاعاره لنادي سموحه الفتره القادمه. خليني اخد على الجانب الاخر دكتور علاء مشرف رئيس اتحاد تنس الطاوله ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه. مساء الخير يا فندم. نورك، ازاي حضرتك يا فندم، عامل ايه، كله تمام الحمد لله؟ يعني مش عارف حضرتك، يعني حضرتك متواجد في اللجنه الاولمبيه دلوقتي في الاجتماع؟ متواجد. طيب، يعني الحقيقه كان معانا على التليفون دكتور وليد دعطة، والحقيقه يعني في مداخلته معانا قال ان حضرتك تعديت عليه باللفظ، وانه حضرتك قلت له اطلع بره يلا، يعني ده تحديدا اللي تفضل وقاله بدون ما يوجه الكلام لحضرتك، وانه كان في من المفترض يكون في 200,000 جنيه دعم لاتحاد العاب القوى، وفوجئ ان هي خصمت او خصم 100,000 جنيه، وبالتالي كان بيناقش الامور بكل يعني بكل ادب بدون تعدي وبدون صوت عالي حتى، وشاف من حضرتك الاسلوب اللي قلت حضرتك عليه دلوقتي انك تعديت عليه باللفظ وانك طردته من الاجتماع. من 10 ايام تقريبا، انا مش متذكر التاريخ بالظبط، الدكتور وليد عطا لما عرف بحكايه دي حاجه قرار كان ان احنا بعتنا للوزاره كلجنه اولمبيه ان في مديونيات على الاتحادات للجنه، وكل الاتحادات للاسف عليها بالسنه والسنتين والثلاثه، تمام، ما عدا قليل جدا من الاتحادات، وانا الاتحاد بتاعي مثلا مش مديون خالص للجنه. فما كناش يعني الحاجات دي بتجي لنا مناقضات في الجهاز المركزي للمحاسبات وتقديره،
فانا فالقرار كان بتاع مجلس الاداره مش قرار انا، حتى يمكن انا في الجلسه دي كنت مشيت بدري شويه كنت تعبان. تمام. وكان قرار مجلس الاداره ان نستاذن سياده الوزير بان الحاجه دي تتخصم من الاعانه النصف السنويه اللي بتيجي بالاتحاد. فالمهم يعني هو الظاهر كان في دعم جاي للمعسكر او حاجه كده اللي هو 200,000 اللي بيتكلم عليهم، فاتخصم من دول بدل ما يتخصم من الاعانه النصف السنويه. فدخل هنا اللجنه وقعد يعني خلص الموظفين كلهم ويعني اتكلم على السيد رئيس اللجنه وانا وسكرتير اللجنه، يعني كلام مش لطيف وغلط فينا كلنا ومشي، والناس كتبوا لنا محضر بهذا الكلام او يعني عملوا لنا يعني مذكره بهذا الكلام. تمام. اتعرض علينا وخدنا قرار مجلس الاداره ان هو يتحول للجنه القيم ونسمع له، يعني برضه احنا سمعنا من طرف واحد ما كناش موجودين فمحتاجين نسمع منه يعني. والقرار ده على مكتبي ان انا رئيس لجنه القيم في اللجنه الاولمبيه. تمام. فالمهم انا نازل الاجتماع لبينا ولا علينا لقيته، كان المهندس هشام سبقني. لقيته بيتكلم مع المهندس هشام اللي هو بيتكلم بهدوء بصوت عالي. حتى ما اعرفش بيتكلم في ايه. بصوت عالي جدا، فكل اللي قلته له ما يصحش تكلم رئيس اللجنه بالشكل ده. راح ابتدى يطيح فيا زعيق وبتاع ومش عارف ايه وعايز يضرب وكلام من ده. فقلت له لا انت كده متحول للجنه القيم و يعني حضرتك كنت شايف انه ممكن ولو استمريت حاول يتعدى على حضرتك يعني. ايوه فندم. وقلت هو فعلا قلت له اطلع بره يعني. لان ما ينفعش حد يتعدى على حرمه اللجنه الاولمبيه بالشكل ده في اجتماع مفتوح قدام الناس كلها. هو انتم مصورين حاجات دي فيديو، انا شفت الفيديو. احنا شفناه يا فندم، شفنا يعني الفيديو عرضناه على شفنا الفيديو يعني شوف الفيديو. انا اولا كنت لابس الرقبه الحنينه، يعني عندي انا عندي انزلاق غضروفي في رقبتي. الف سلامة. ولا اقدر اتعدى على حد ولا اقدر اعمل حاجه لحد، واخد بالك؟ وكل شويه يجي عايز يقلع الجاكيته ومتفتون وعايز يضرب وعايز يعمل. دكتور عبد العزيز غنيم حاشه مره، دكتور عبد العزيز، دكتور علاء جبر برضه حاشه مره، غير بقيه موظفين اللجنه والامن. يعني حاجه بصراحه يعني ما شفناش كده في حياتنا. فالمهندس هشام رفع الجلسه وطلعنا فوق، وطبعا بلغنا سياده الوزير بقى المهندس هشام تولى تبديل الوزير، انا كنت قاعد فوق. بعد كده جه قعد بقى بالعرض بالكنبه قدام اوضه المهندس هشام اللي احنا قاعدين فيها. ومش عايز حد يطلع يعني. وراح بعد جاب 7-8 لعيبه بتوع العاب القوى جايين، يعني ما اعرفش بقى جايين تهديد لينا ولا ايه بالظبط ولا ايه الحكايه. لما لقينا الحكايه ابتدت تتطور بالشكل ده احنا طلبنا الشرطه، والشرطه حاليا موجوده في اللجنه. يعني تم طلب الشرطه او الشرطه بناء على انه يعني الدكتور وليد جاب 6 أو 7 لاعبين من العاب القوى الاجسام وموجودين امام غرفه الاجتماعات للمهندس هشام حاتم. السكرتاريه عندنا في اوضه الاجتماعات. ومكتب المهندس هشام اللي احنا بنجتمع فيه في مجلس الاداره يعني. وراي المهندس هشام حطب ايه يا فندم في القصه ومعالي الوزير؟ ساله بقى المهندس هشام، يعني طبعا يعني هو مستاء جدا وكلنا مستائين. يعني انا قصدي ما ينفعش ان ده يكون يعني اخلاقيات تطلع في مجال الرياضه. احنا دايما بنتبنى ونقول ايه الروح الرياضيه والاخلاق الرياضيه، للاسف احنا يعني شايفين عكس تماما هو اللي بيحصل. معالي الوزير يا فندم هيكمل الاجتماع ولا خلاص كده؟ معالي الوزير ما جاش يعني. ما جاش اصلا. معالي الوزير بس على علم يا فندم باللي حصل. طبعا. دكتور علاء، الحقيقه يعني ازمه الحقيقه لا تليق الحقيقه، اسمح لي اقول اللفظ انها لا تليق الحقيقه برجال اللجنه الاولمبيه بالتاكيد. لما يكون حد بيعمل كده طبعا هتعمل ايه؟ انا مع حضرتك وبتفق مع حضرتك تماما طبعا، وانه الاسلوب الحقيقه كان مفترض يكون افضل من كده. الحقيقه حضراتكم رجال محترمين جدا، ورجال اللجنه الاولمبيه يعني الجميع بيحترمهم، بيحترم قيمة وقامة رجال اللجنة الأولمبية بالتأكيد، وبالتالي الأسلوب الحقيقة يعني كان مفترض يبقى أفضل من كده شوية. أنا أتمنى دكتور علاء إن شاء الله أنها يعني تحتوى، أو يعني الكبار في اللجنة الأولمبية زي حضرتك مهندس هشام. يعني الموضوع مش هيحتوى يا فندم، يعني في حد غلط ولابد أن لابد من العقاب. طيب مفيش حاجة اسمها يحتوى. تمام. هو كده دكتور وليد. لا أنا ما بقولش لحضرتك إنه يحتوى لا لابد طبعا إن يكون في تحويل زي ما حضرتك فضلت وقلت إنه هيتم تحويل دكتور وليد لجنة القيم باللجنة الأولمبية. رغم إن إحنا شايفين بعينينا بقى المرة دي، لكن برضه لابد ان احنا نسمع له يقول كل اللي هو عايزه
والكلام ده هيترفع للجهات الاعلى اعتقد، يعني ده هيبقى قرار المجلس يعني، مش قرار انا شخصيا. وده الافضل يا دكتور على الحقيقه، يعني من اخطا يعاقب، وده اللي بنتمناه في كل الحياه، كل المجالات مش مجال الرياضه فقط في الفتره اللي جايه ان شاء الله. دكتور علاء تسمح لي معلش اخرج يعني حاجه بسيطه كده عن القصه دي، وحضرتك شايف ازمه النادي الاهلي بشكل شخصي ازاي، او راي حضرتك الشخصي فيها؟ يعني كنا نتمنى ان موضوع النادي الاهلي زي ما كان دايما بيحصل ان هو يتحل جوه البيت، ويعني ما شفناش قبل كده ان مشاكل الانتخابات بتتحول للقضاء وتمشي في القضاء. طبعا من حق اي حد ان هو يلجا للقضاء، ده يعني حق دستوري بيكفله الدستور لجميع المواطنين. تمام. لكن كنا نتمنى ان حاجتنا تتحل جوه البيت في النادي الاهلي. انا عضو في الجمعيه العموميه بتاعت النادي الاهلي، وخدمت في النادي الاهلي متطوع تأكيد فعلا. طبعا حضرتك نجم من نجوم النادي الاهلي ورمز من رموزه طبعا في تنس الطاوله، ولعبت طبعا للنادي الاهلي يعني عدد مش قليل من السنين. اكيد فعلا. ما كناش نتمنى ان الامور توصل لكده، وانا شايف ان يعني تنفيذ حكم القضاء هيكون نافذ بالوضع الحالي دلوقتي قانونا. ويعني يمكن بس سيادة الوزير محتاج بعض الوقت عشان ياخد القرار السليم. وكان اللي انا شفت الوزير امبارح في مداخله في احد القنوات، وان هو يعني بيقول اكتر ان هو يعيد تعيين نفس المجلس عشان نحاول نخرج من المشكله بتاعه التدخل يعني الحكومي. ده يا فندم هيتوافق مع راي او قرارات او يعني ميثاق اللجنه الاولمبيه الدوليه انه يتم حل مجلس اداره النادي الاهلي بالقرار او بالحكم القضائي وتعيينه مره اخرى من قبل وزير الشباب والرياضه؟ وده يعني اقرب شيء لل اقرب شيء، ولكن مش هو يعني مش هو القرار السليم، مش ايديا للصح. لكن هو ده اقرب شيء للصح، وانت يعني ما تقدرش تنفذ حكم قضائي. البعض قال يا فندم انه او كان ليه راي انه مجلس اداره النادي الاهلي يعني كان الحل الامثل انه يتقدم باستقالته، وده قاله امبارح معايا الاستاذ محمد سويلم مدير مديريه الشباب والرياضه، وان ده الحل الامثل انه يتقدم باستقالته وبعد كده ممكن يتم تعيينه مره اخرى. هل حضرتك شايف يعني ان ده كان يعني حضرتك برضه العضو المنتخب اللي لقى نفسه ان هو بيتشال في حاجه هو مالوش ذنب، خاصه مالوش ذنب فيها يعني مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه مالوش. ما ممكن يقول لك انا يعني هو له مطلق الحريه انه يستقيل او لا يستقيل، انا اللي ما اجبروش على حاجه مني يعني. طبعا خاصه انه مالوش حقيقه ذنب في اي نقطه من خطا في الاجراءات يعني، مش مثلا تزوير في انتخابات او تلاعب او اي حاجه، ده خطا في الاجراءات يعني، هم ما مالهمش ذنب فيه. وبرضه نبرر انا برضه يعني ما يعني متاكد ان يمكن مجلس الاداره السابق برضه يغلط في حاجه زي كده. دكتور علاء بشكرك جدا، واتمنى ان شاء الله انه يعني هذا الامر يتم احتوائه من خلال عقوبات تتم يعني اذا تم طبعا اثبات ما حدث اليوم من تطاول او خروج عن النص في الاجتماع النهارده. بشكرك دكتور علاء جدا. شكرا. بشكرك جدا دكتور علاء مشرف، رئيس اتحاد تنس الطاوله ونائب رئيس اللجنه الاولمبيه ورئيس لجنه القيم باللجنه الاولمبيه. والحقيقه يعني الكلام مختلف او في كلام مغلوط شويه، ولكن يعني سواء تعدى دكتور وليد عطا او دكتور علاء تم طرد او قام بطرد دكتور وليد عطا رئيس اتحاد تنس او رئيس اتحاد العاب القوى، اعتقد انه في النهايه هيكون في قرار، واتمنى لانه خلاص الموضوع اصبح راي عام، اتمنى يكون في عقوبه على من اخطا وخرج عن النص في هذا الموضوع، خاصه انه كان الاجتماع مع وزير الشباب والرياضه ومع رجال اللجنه الاولمبيه، يعني اعلى هيئتين في الدوله تخص الرياضه، اعتقد انه مهم جدا ان يكون في عقوبه على ما حدث اليوم.